الله يخلي لنا اياك يا جد، الله يخلي لنا اياك. والله كل سنه بيدح لي كذا الف كيلو قطن من ولد زعران. اي معلوم بده يروح لك، لانه الحكم داريه ما عم تعمل شيء، نايمين الجماعه. لا اشهد بالله، الواحد يحكي الامانه ضميره انه كانوا عم يشتغلوا شغلهم، بس هدول الزعران مثل الناموس بتلاقيهم بصيف بكل محل. ومع ذلك الحكم داريه لازم تشتغل شغلها. سيدي الله يجبر بخاطرك ويديمك يا رب. طيب يا حمدي افندي، روح شوف شغلك. يا الله بالاذن. الله معك، مع السلامه. خليك انت يا عزمي. عزمي، انا السنه رح حملك شخصيا مسؤوليه موسم القطن. وانا الذهب اشا. لك حيوانه ولا كيف بتحكي معي هيك؟ لك ولا كيف عم تحكي معي هيك؟ الله لا موتك في العالم كلبه. لك شو حيوانه؟ لك فتحية شبك؟ ليش هيك عم تبحتي علي انا الثانية؟ شو عملت لك؟ لا فتحية؟ ليش هيك عم تحكي؟ روح عني، مو ناقصني غيرك. ولك شو صار لك ولا؟ ولك ما حدا عم بعينك؟ لا، انتو الكل مو معبيين عيني. أغاي خديها لهي الشرنة اللي عند الغولة خليها تتربى. ايه انت عن جد بدك ترباي. امشي روحي انت كمان كتير. يا على عيونكم شو بتعملوا؟ انزلي ولا انزلي قدامي. ربيها ربيها لهي المقوصة. شو عاملة؟ شو عاملة وليه؟ وليه بعينك؟ العمى ضربك انت وياها ضرب. العمى عم تقلي لي وليه؟ قولك انت شو صار لك؟ شو صار لك فجرتي فرد مرة؟ خرسي انت بالذات بتخرسي العمى؟ لا هاي بدها تربي لعن ابوها. خدي راحتك غولي، اللحم لك والعظم لنا. بتعرفي شو يعني تنزلي لعند غولي؟ حيوانه على ابوها. حيوانه ولا رح بتعرفي. لازم يكون معك واحد يتلاشى. انت جننت يا فتحي ولا ايه؟ انت عارف واحد زي هاشم حيفكر فيا ازاي؟ ازاي يعني؟ ما فهمت. اكيد حيفكر ان انا واحده بتعمل العيله، وان انا اشتغلت مع مكتب التمثيل التجاري. لا لا شو عم تحكي انت؟ ما فيك شيء منو؟ شو هالحكي؟ اشمعنى يعني؟ لانه هاشم زلق وضعك. بتعرفي شو؟ والله اذا صدقك وصدق اللي صار معنا لحتى يوقف معنا وقفه غير شو. خلاص روح اسال عليه واعرف لنا ايه الاخبار. هو هيك. يلا سلام. تفضل باشا. هذا طبخك يا بنت؟ ايه طبخي. عفاهم عليك. شو يا باشا؟ عجبك طبخة؟ ايه شاطرة. بس كأنه هيئتها مو هيئة بنت توقف في المطبخ، هيك أنا قصدي؟